برجع مع حضراتكم مرة تانية، ودي فقرتنا اليومية من المحافظات. النهاردة هنكون في بني سويف إن شاء الله، ويكون معنا دكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وزميلنا أيمن دياب موجود النهاردة لف في 5 قرى في بني سويف عشان حياة كريمة. زي ما قلنا احنا بنتجول في محافظات مصر عشان نشوف حياة كريمة، تنفيذ حياة كريمة في المحافظات المختلفة داخل القرى المختلفة، عشان نعرف ايه اللي بيتم في هذه المبادرة، عشان ان شاء الله بإذن الله تعالى يدينا ويديكم العمر بإذن الله في الوقت ده. لما المشهد اللي قدامك ده اللي بيتبين ده نروح بعد كده نوريه لك النهاردة كده، ونروح لما قبل الافتتاح الرئاسي ان شاء الله. البيوت اللي هتشوفوها بعد شويه اللي حالتها يعني صعبه وسيئه، والشوارع والترع والحاجات دي هنبقى نوريها لك ان شاء الله، وهي اتعملت وخلصت وبقت الدنيا مختلفه تماما، عشان نوري ما كان واللي اصبح، اللي قبل واللي بعد، نبقى شايفين مع بعض العماله والناس اللي شغاله والايدي اللي بتشتغل ليل ونهار، عشان ربما يكون في انجاز بيتم كمان. اولا ارحب بسياده محافظ، اولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. متشرفين النهارده حضرتك موجود معانا. اهلا بيك يا فندم، اهلا بك وبكل المشاهدين يا فندم، اهلا وسهلا. هنتابع الاول مع سيادتك تقرير زميلنا ايمن دياب اللي موجود عند حضرتك، عمل تقرير النهاردة في 5 قرى، هنشوف جزء من هذا التقرير، نتفرج مع بعض حضرتك وإحنا كمان ومشاهدينا، وبعد كده نرجع نعلق على التقرير، وكمان نسأل كل تساؤلاتنا حوالين ما يجري في محافظة بني سويف. نتابع. أعمال ومباني وإنشاءات وخدمات لا تتوقف في كل أرجاء مصر، وها هي محافظة بني سويف تشهد العديد والعديد من المشروعات ضمن إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. فالحلم هنا أصبح حقيقة، هذا ما جاء على لسان مواطني بني سويف، وخاصة مركز ناصر، أحد المراكز الذي شهد إنشاء لمجمعات تعليمية وخدمية وتبطين للترع ومد خطوط مياه وصرف صحي وشبكات للاتصالات والكهرباء والطرق. كل هذه المشروعات خففت الكثير من الأعباء على المواطن، كما أدت إلى سرعة استخراج الأوراق الرسمية ومعاملات البريد والتأمينات والمعاشات، وهو ما يؤكد أن حياة كريمة ساهمت في تحقيق نقلة حضارية وتنموية كبيرة في حياة الريف المصري والمصريين. بيننا وبين مركز ناصر حوالي 40 كيلو. كان المواطن عشان يروح يطلع شهادة ميلاد كان يقضي يوم سليم، ياخد عربية مخصوص ب 150 جنيه أو 200 جنيه، يا إما يضيع من وقته يوم سليم بالكامل عشان يروح يطلع شهادة الميلاد. النهاردة أنا هطلع شهادة الميلاد وأنا نايم في البيت. احنا بالنسبة لقرية كومو وخلات كانت المية كانت ضعيفة جدا، والحمد لله دلوقتي بدأ يعني فيه تحسين، وفيه يعني بدأوا ان هو بعض الشوارع اللي هي كانت يعني ما كانش موجود فيها مواسير بدأوا يدعموها بالمواسير، وبقت حاجة حلوة الحمد لله دلوقتي. وان شاء الله بالنسبة للصرف، احنا الصرف دلوقتي بقى شغال كويس، وهم بادئين العمل في الصرف، وحاليا دلوقتي يعني واخدين بعض الشوارع اللي هي بالنسبه للبلد الشوارع العموميه والشوارع المتفرع من العمومي، وبقت حاجه حلوه اللهم صل على النبي، يعني بادئين يعني شغل حلو كويس. البلد الاول كانت بتعاني من مياه جوفيه، والحمد لله رب العالمين الصرف الصحي دخل، وان شاء الله رب العالمين رفع المياه الجوفيه ده من الارض. طبعا مجمع المدارس ده حاجه كويسه جدا، ومشروع حياه كريمه طبعا ما شاء الله، يعني صرح عظيم، صرح تعليمي تم إنجازه في خلال 6 شهور، ده حاجة عظيمة جدا يعني تحسب للفترة اللي احنا فيها دي. 3 مدارس، مجمع تعليم أساسي ابتدائي وإعدادي مع بعض، ومعهم في نفس الوقت رياض أطفال، ومدرسة فنية وورش فنية، حاجة يعني ما شاء الله يعني حاجة جميلة، حاجة تحسب يعني للبلد. قعدنا حوالي 7-8 سنين كده بنسعى إن احنا نخلص الورق لإنشاء المجمع، سواء حتة ان احنا خلاص الارض اللي هي كانت املاك دولة دي، المساحة بتاعتنا حوالي 45 ايراد ارض املاك دولة، قدرنا ان احنا ناخد تنفيذي مركز وتنفيذي محافظة وتصديق رئيس مجلس الوزراء، وجات حياة كريمة ما شاء الله كللت ثمرة جهودنا على مدار 7 سنين.
بالنسبة فيه 6 مجمعات خدمية هينشأوا في 6 وحدات محلية. احنا شفنا دلوقتي كنت موجودين معانا في خلاص يعتبر انتهى، بنبدأ في التشطيبات، هننهي في التشطيبات في مجمع الخدمات بالحمام. مجمع الخدمات ده عبارة عن مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين لكل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن في القرية، مش هيروح مكان تاني، كل خدماته هيقدر ينهيها في نفس المكان. في الوحدة المحلية لقرية الحمام وأمام مجمع الخدمي اللي هو هيقام، مجمع الخدمي لقرية الحمام، وده سيادتك بيخدم حوالي عن 30,000 أسرة بالقرية الأم وأربع توابع ليها. حضرتك المبنى اللي احنا واقفين قدامه ده مبنى مجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام. المبنى مسطحه تقريبا حوالي 450 متر، بيتكون من 3 أدوار. الدور الأرضي بيشمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب مدير المبنى. الدور الأول بيتكون من مكتب بريد ومكتب تموين ومكتب سجل مدني. الدور الثاني بيتكون من وحدة المجلس المحلي والوحدة المحلية الشعبية والتضامن الاجتماعي. مشروع الصرف الصحي اللي قام داخل قرية أبو خلاد على مساحة 11 كيلو متر مربع هيخدم حوالي 2500 أسرة بعدد نسمة 11,580 فرد هيستنفعوا من الصرف الصحي. كانت عندنا هنا مشكلة، كانت عندنا أن البيوت بيحصل فيها تشرخات، تصدعات، خزانات موجودة في الشوارع عشوائية تمنع حركة المر، بتكلف المواطن أن هو غير الأعباء المعاشية أن هو يكسح في الشهر أو كل أسبوع ب 300 جنيه عشان يعرف يخش البيت من المية الجوفية اللي هي كانت موجودة في الشوارع. دلوقتي أصبح بعد المشروع ما بدأنا فيه التنفيذ اللي هو من حوالي شهرين وصلنا نسبة 30% منه، والمفروض أنه ينتهي في حدود سنة ونص. مشروع مجمع أراضي التعليم عبارة عن مدرستين، المدرسة اللي احنا واقفين فيها دي مدرسة تعليم أساسي، المساحة الإجمالية 3,329 متر مسطح، التكلفة بتاعتها حوالي 10 مليون، تحتوي على 33 فصل، وهي تعليم أساسي يعني فيها رياض أطفال وفيها مرحلة ابتدائية وفيها مرحلة إعدادية. المدرسة الأخرى اللي هي المدرسة الفنية بنات دي عبارة عن مبنيين، مبنى التعليم عبارة عن 12 فصل، ومبنى الملحق به مبنى الورش عبارة عن 3 أدوار، كل دور فيه ورشتين، يعني هو المبنى يحتوي على 6 ورش. المدرسة الفنية دي تخدم أكتر من حوالي ما يقرب من 120 ألف من المحيط الدائرة اللي احنا فيها للقرى المجاورة لينا على طول الخط. بالنسبة لسعادتك عدد دلوقتي كثافة الفصول في الأول كانت تتعدى 65، حاليا دلوقتي مع المباشرات الجميلة اللي احنا فيها والموقع الجميل اللي احنا فيه نزلت الكثافة تتعدى حاجة و30 في الفصل، فدي حاجة جميلة جدا. بالنسبة سعادتك هنا يقام برضو في بالإضافة في قرية الرياض يقام ملحق تعليمي هنا مكون من 9 فصول في مدرسة أخرى هنا. لو تكلمنا بقى عن الراحة، نبص سعادتك ان هي يتبع القرية هنا 5 عزب، يبعد هنا حوالي 5 كيلو، قربت نفسه من المسافة دي لمقربة المجمع هنا ليهم، بقت حاجة قريبة جدا. أيمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي. برجع مع حضراتكم مرة تانية. دكتور محمد هاني محافظ بني سويف، تابعت حضرتك التقرير معنا، واضح انه في ايجابيات، صرف الصحي ما كانش موجود داخل بعض القرى في بعض الامور اللي تمت بالفعل في بني سويف. بالفعل يا فندم هو ده اللي حصل. خليني اقول لحضرتك اولا مساء الخير تاني، بكرر مساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين، وخليني انقل لحضرتك المشاعر الإيجابية والسعادة الغامرة اللي موجودة عند أهالي بني سويف في مركزي ناصر وبيبة بالإنجازات اللي بتتم على أرض الواقع قصادهم. خليني أحكي لحضرتك الموضوع ابتدى إزاي، وأقول لك إن الموضوع ابتدى بجلسات مجتمعية مع الناس، وابتدينا نسمع إيه هي احتياجات الناس، إيه هي المشاكل اللي بتقابلهم بشكل دائم. وكانت أكبر المشاكل هي اللي حضرتك شفتها بالفعل، هي إن الناس بيبقى عندها مشكلة في استخراج الورق، خاصة إن هم بيضطروا إن هم يتحركوا إلى المركز الرئيسي او القرية الرئيسية عشان ياخد الخدمة بتاعته. كان عنده مشكلة في المياه الجوفية وفي الصرف الصحي، ودي مشكلة كانت بالفعل ظاهرة جدا في بني سويف خلال نقدر نقول السنوات الماضية وبالذات السنة اللي فاتت. خلينا نقول كمان ان في مشكلة في الطرق، خلينا نقول ان في عدد كبير من المشاكل. الحمد لله كل ده تم نقدر نقول سمعناه من الناس، ابتدينا ننسق مع الوزارات علشان نقدر نحط برنامج يتوافق مع أحلام ومتطلبات الناس، وهو ده بالفعل اللي تم. وخليني أطمن حضرتك وأقولك إن الحمد لله
احنا بنتكلم دلوقتي على قرابة 1616 مشروع في محافظة بني سويف في مركزي ناصر وبيبة، بنتكلم على تكلفة تقارب ال 12 مليار جنيه مشروعات هتتعمل في مركزي ناصر وبيبة بس. وبالفعل لما تم اختيار مركزي ناصر وبيبة ده كان بناء على دراسة ان هذين المركزين هم اكثر احتياجا من غيرهم، كانوا بالفعل محتاجين الى عدد كبير من الخدمات وخاصة في قطاع الصرف الصحي. عشان كده هنلاقي ان الحمد لله عدد كبير من المشروعات بيتم في مجال الصرف الصحي. المدارس كمان زي ما حضرتك شفت مجمع الرياض واللي تم عرضه امام فخامه الرئيس، لان الحمد لله نقدر نقول معدلات الانجاز في مشاريع حياه كريمه في محافظه بني سويف تعتبر من الاعلى في مصر. خلينا اقول كمان ان احنا لما بنتكلم على تبطين الترع بنتكلم على ان محافظه بني سويف هي الاولى على مستوى مصر في المساحات التي تم تبطين الترع فيها، بتتعدى 275 كيلو متر تم تبطينها بالفعل. وبالفعل كان عندنا معالي وزير الري هذا الأسبوع، واتفقنا على أن احنا بعد ما هنخلص الترع إن شاء الله هنبتدي نشتغل على المسأة كمان علشان نضمن توصيل أفضل خدمة للمزارع. خليني أتكلم كمان على المجمع الخدمي اللي حضرتك شفت صورته، احنا بنتكلم على مكان هيكون فيه سجل مدني، بنتكلم على أن كل الخدمات اللي الناس كانت بتضطر أن هي تسيب المركز بتاعها وتتحرك للمدينة الأم عشان تاخد الخدمة بتاعتها، كل ده هيكون موجود عندهم. خلينا نقول أن بالفعل زي ما فخامة الرئيس قال اللي بيتم هنا في بني سويف خلانا ندخل في مركزي ناصر وبيبة، وهما نقدر نقول بشكل كان محتاج تدخل بشكل كبير جدا، والحمد لله مش هنخرج غير وإحنا عاملين أفضل حاجة، لأن ده التوجيه بتاع فخامة الرئيس. وبالفعل بني سويف تستحق. وخليني أأكد لحضرتك أن للأسف لسنين كتيرة جدا كان الصعيد مهمل، ودي مشكلة إحنا لازم كنا نواجه نفسنا بيها، لكن الحمد لله دلوقتي بوجود قيادة سياسية واعية فاهمة أهمية الصعيد وفاهمة المشاكل وفاهمة اللي هو الحضارية اللي كانت موجودة ما بين الصعيد وباقي نقدر نقول المحافظات، خلت تركيز القيادة السياسية ينصب على الصعيد، وبالفعل يقدر ان هو يغير الصعيد الى حال افضل كتير جدا من الحال اللي كان موجود عليه، نقدر نقول لا يختلف عن اي مدينه اخرى ممكن ان احنا نشوفها. سياده المحافظ خلينا نبدا يعني ملف ملف، خلينا نبدا الاول بالملف الاهم بالنسبه للاهالي، البيوت الغير يعني ادميه، البيوت اللي هي الناس عايشه فيها لحد دلوقتي، جاء حر امطار ما يعرفوش يقعدوا فيها او يعيشوا فيها، البيوت اللي هي حالتها يعني ممكن لا قدر الله تقع عليهم في اي وقت، وبالتالي يبقى عندنا لا قدر الله اي اصابات او ضحايا، وبالتالي كان بيت عندنا النهارده بيتم سواء ازالتها وبنائها من جديد او كان بيت بيتم تطويرهم. خليني اقول لحضرتك وبشكل واضح جدا ان لما تم اختيار مبادره حياه كريمه على انها احدى اهم المبادرات في العالم وليست في مصر، الكلام ده كان صادق جدا، لان احنا لما نيجي نبص على مكونات مبادره حياه كريمه هنلاقي ان الموضوع لا يتوقف فقط عن الحاجات اللي احنا شفناها النهارده من تاهيل للبنيه التحتيه والخدميه والاداريه في المدن، ولكن في مكون مهم جدا في مبادره حياه كريمه هو مكون سكن كريم. مكون سكن كريم الهدف منه ان يتم احلال زي ما حضرتك قلت البيوت اللي نقدر نقول في بيوت قابله للسقوط، في بيوت معمولة بشكل خاطئ ما بتستحملش وقت الأمطار بنلاقيها غرقت. وبالفعل علشان كده كان قدرنا ان احنا نجمع ونعمل حصر بهذه البيوت، احنا بنتكلم على عدد ضخم من البيوت جدا في مركزي ناصر وبيبة، البيوت دي تم نقدر نقول حصرها وتم مراجعتها، وشفنا الاكثر احتياجا اللي بيتوافق مع الآلية اللي حطتها مؤسسة حياة كريمة. وبالفعل احنا بنتكلم على ان خلال الفترة القادمة نقدر نقول ان احنا عملنا الحصر ده بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عشان بالفعل لما نقوم بالدخول في مكون سكن كريم في مبادرة حياة كريمة نكون بنقدم الخدمة للأكثر احتياجا. وخلينا أقول لحضرتك أن في مكون ثالث كمان لمبادرة حياة كريمة وهو مكون التمكين الاقتصادي، وده اللي بيعتمد بالأساس على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمعنى آخر أن احنا لو عملنا كل الخدمات دي من غير ما يكون في المكون الاقتصادي اللي هيضمن للأهالي الحفاظ على هذه البيوت وعلى المكتسبات اللي تمت من طرق وخدمات وغيره يبقى احنا ما عملناش حاجة. فكان مهم ان احنا كمان نتحرك في مجال التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة في الريف والقرى، وهو ده المكون الثالث من مبادرة حياة كريمة. سيادة المحافظ، ملف الثاني ملف المدارس، عندنا كثافة الفصول قد ايه في
محافظة بني سويف. يعني مثلا عندنا في بعض عندنا مثلا سوهاج تلاقي 50-60 واحد، في أسيوط ممكن يبقى أكتر من كده شوية، بعض المحافظات في 70-80، في المنيا امبارح بنتكلم على تقريبا 60-70. عندنا قد ايه في الكثافة في بني سويف، وكم مدرسة جديدة، وكم مدرسة هتطور، والتخفيض بالنسبة للفصل لو كان كذا هيبقى كذا. يعني خلينا اقول لحضرتك مثال بسيط جدا، كنا في الزيارة الاسبوع اللي فات لواحدة من افقر نقدر نقول القرى والاكثر احتياجا في مركز بيبا، وهي جزيرة بيبا. خلينا اقول لحضرتك ان في احد المدارس كان بتوصل الكثافة الى 90 طالب. مع المدارس اللي بيتم انشائها دلوقتي واللي نقدر نقول ان شاء الله في يعني عدد كبير منها هيخش في العام الدراسي الحالي، الكثافة هتوصل ل 35 طالب. خلينا اقول لحضرتك ان احنا لما بنتكلم على قرابة ال 730 فصل جديد هيدخلوا الخدمة. المجمع اللي حضرتك عرضته مجمع الرياض، احنا بنتكلم على مجمع فني للبنات في قرية ليست القرية الأم. خلينا نقول ان قرية الرياض هي تابعة لقرية بني عادي، او نقدر نقول وحدة محلية بني عادي. هي ليست قرية أم، ولكن بتخدم على زي ما حضرتك سمعت على قرابة ال 120 فرد، 120 ألف فرد. فخلينا أقول لحضرتك إن الكثافات في بني سويف بتتراوح ما بين 50 إلى 60، ولكن في بعض الأماكن عالية الكثافة. دخول المدارس بالشكل اللي أنا قلت ده ب 730 فصل جديد هيتم ضخهم في العملية التعليمية في المحافظة، هيخلينا نخلي ال 95 طالب اللي كانوا موجودين في الفصل دول على فترتين هيبقوا فترة واحدة، وهيبقى 35 طالب فقط في الفصل، هيؤدي إلى زيادة الاستيعاب وهيؤدي بالفعل إلى استفادة أكبر لأولادنا. هل سيادة المحافظ بنتكلم على العام الدراسي الجديد، ولا إن شاء الله العام الدراسي 22-23 ال 730 فصل دول؟ لا يا فندم، احنا بنتكلم على ان في جزء كبير منهم ان شاء الله هيخش في العام الدراسي القادم. والعام الدراسي اللاحق ان شاء الله في حاجات، خلينا اطمن حضرتك كمان واقول لك ان في حاجات في فصول ممكن تدخل معانا بدايه من الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الدراسي الاول. فاحنا بنتكلم ان في عام دراسي في عدد كبير من المدارس هيدخل معانا ان شاء الله، بنتكلم ان في فصول هتدخل معانا في الفصل الدراسي الثاني، وفي عدد مش هنقول ان هو عدد كبير ولكن عدد بسيط ان شاء الله هيدخل معانا الحاجات اللي هي انشاء جديد ان شاء الله ممكن تدخل معانا في العام الدراسي القادم ان شاء الله. ايه اللي هيختلف في المدارس اللي احنا بنعملها دلوقتي عن المدارس اللي تعلمنا فيها احنا كجيل يعني، او الاجيال اللي هي بتتعلم حاليا قبل عمليه التطوير؟ يعني مثلا هيدخل فيها انترنت، هيبقى فيها وسائل تعليم مختلفه، ولا هي نفسها مع تطوير بس البنيه التحتيه فقط؟ لا يا فندم، انا خلينا اطمن حضرتك واقول لك ان الكود اللي بتتعمل بيه المدارس في دوله مصر كلها دلوقتي وليست في محافظه بني سويف فقط هي صديقه للمنظومه الجديده اللي بيتم تطبيقها في التعليم. الثوره التعليميه اللي نقدر نقول بتتم في مصر دلوقتي ما ينفعش ان هي تتعمل بمعزل عن وسائل التكنولوجيا. وخلينا اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي لما بنيجي نشتغل في اي قريه احنا بنتكلم ان القريه لازم يدخل فيها مياه الشرب، الصرف الصحي، ثم يدخل بعد كده الغاز، ثم كابلات الفايبر كمان هتكون موجودة في القرى. فده بيضمن وصول أفضل خدمة وخاصة خدمات الإنترنت إلى المدارس. إضافة إلى أننا خلينا أطمن حضرتك وأقولك أن الموضوع لا يتوقف بس على المدارس الجديدة اللي بتتعمل ولا الفصول الجديدة، ولكن هيتم رفع كفاءة المدارس القديمة كمان اللي موجودة في هذه القرى. لان ما يجوزش ان احنا يبقى عندنا مباني قديمه محتاجه الى تدخل ونسيبها ونعمل جديد بس، لا، الاثنين هيتموا على التوازي مع بعض. اي مدرسه بيتم عمل فصول جديده فيها بيتم كمان عمل رفع كفاءه للمدرسه بالكامل. فالخدمه التعليميه نقدر نقول انها هتكون خدمه تعليميه تتوافق مع العصر الحديث، تتوافق مع الثوره التعليميه اللي بتشهدها مصر دلوقتي، واكيد هتكون صديقه للتكنولوجيا. هل المدرسين او المعلمين هنقدر نوفر مع زياده لاعداد الفصول وايضا نزول بالحد اللي هو من 70 او 80 طالب، او بعض المدارس فيها 90 بنوزعهم على الفصول الجديده، عندنا المعلمين اللي هيقدروا يتولوا هذا الامر، او اعداد كبيره هيتم تعيينها او ضمها المنظومه التعليميه؟ خليني أطمن حضرتك إن ده بيبقى جزء جدا، يعني نقدر نقول جزء شديد الأهمية في منظومة
منظومة التعليم بشكل عام، فكرة ان انا اتوسع في عدد الفصول مع نقدر نقول ان يبقى في نقص في المدرسين، ده عامل مهم جدا بنبقى حاطينه في ذهننا. علشان كده لما بيتم نقدر نقول انشاء عدد جديد من الفصول او مدارس اخرى، ده بيتم بتنسيق جامل مع نقدر نقول مع وزارة التعليم ومديرية التعليم هنا. ونقدر نقول ما تقلقش حضرتك من القصة دي، ان بيتم بالفعل تغطية الفصول دي بمدرسين على أعلى مستوى، لأن طبعا حضرتك عارف المدرسين خلال السنوات القليلة الماضية في برنامج المعلمون أولا وغيره من البرامج اللي رفعت كفاءة المدرسين، وطبعا في نفس الوقت وجود المدرسين بالأعداد اللي حضرتك بتقولها أكيد أكيد محطوط في حسباننا، علشان خاطر زي ما قلت لك هنقدم خدمة تعليمية متميزة، فما ينفعش إن أهم عنصر في العمليات التعليمية وهو المدرس ما يكونش محطوط في حسابنا. عندنا دلوقتي في كل المحافظات عاملين كورنيش أهل مصر أو ممشى أهل مصر بين السويف والنيل والممشى، هل عاملين تطوير في كورنيش أيضا ويكون يعني مكان للناس تقدر تخرج تقضي وقت ظريف على كورنيش النيل في بني سويف؟ بالفعل يا فندم، وخليني اقول لحضرتك ان شاء الله احنا بنتكلم في شهر او يعني اقل ان شاء الله، وهيتم الافتتاح التجريبي لكورنيش او الممشى السفلي لمحافظة بني سويف. هو مشروع احنا ابتديناه من 3 سنين، الجزء الاول بتاعه كان تطوير الممشى العلوي او طريق الكورنيش بتكلفة تقارب 50 مليون جنيه، والحمد لله تم انتهاء هذه المرحلة على خير. واحنا دلوقتي في المرحلة الاهم وهي انشاء الممشى السفلي، احنا بنتكلم على اكتر من 30,000 متر مربع، بنتكلم على 1.5 كيلو او 1500، يعني احنا بنتكلم في مساحة كبيرة جدا بتكلفة تقارب 200 مليون جنيه، بتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية، وان شاء الله خلال الايام القليلة القادمة ان شاء الله هيتم افتتاحه تجريبيا لاهلنا في بني سويف، علشان خاطر ينعموا بنيل مصر. خلينا اقول ان محافظة بني سويف اللي فيها 5 مراكز بيطلوا على النيل هيبقى فيها كورنيش، وكمان احنا بصدد انشاء ان شاء الله مرسى سياحي ان شاء الله خلال نقدر نقول الايام القادمة ان شاء الله هنبدأ العمل فيه، هيكون رئة جديدة لبني سويف تقدر تستقبل فيه المراكب السياحية والفنادق العائمة. فبالفعل احنا حاطين النيل كمكون من اهم المكونات وعناصر الجذب السياحي والتنمية الاقتصادية في المحافظة، ابتدينا نهتم بيه بالفعل. الممشى ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك هيبقى فيه عدد من المحلات، هيبقى فيه مناطق للأطفال، والأهم من كل ده ان هو لن يمنع المواطن السويفي عن الاستمتاع بالنيل، لان هو مفتوح للأهالي وهيكون مباشرة على النيل ولا يحجبه أي شيء على النيل. سيادة المحافظ، ملف الصرف الصحي قد ايه القرى او عدد القرى او بنسبه قد ايه كان في صرف صحي، ورايحين طبعا مفترض هندخل الصرف الصحي لكل القرى، كان نسبه قد ايه قبل المبادره حياه كريمه؟ يكفي ان انا اقول لحضرتك ان احنا يعني اول ما تسلمنا المسؤوليه وجينا نشوف احنا مع طبعا مع شركه الميه احنا ممكن خلال كام سنه نقدر نغطي بس القرى بالصرف الصحي 225 قرية في محافظة بني سويف. خلينا أقول لحضرتك أن الرقم اللي احنا كنا قلناه أو العام هيبقى 2025، فأنا لما أتكلم أن أنا دلوقتي بعمل عندي إن شاء الله محطة قريبا إن شاء الله هيبقى فيها افتتاح كبير، محطة أبو صير بتغطي شمال المحافظة بالكامل، لما يبقى عندي في كل قرية من القرى شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطة معالجة كبيرة، كل ده بيتربط عليها، بنتكلم ان شاء الله ان خلال الفترة القليلة القادمة احنا بنتكلم في اكتر من 27 مشروع للصرف الصحي بيتم تنفيذها فقط في مركزي ناصر وبيبقى، ده غير بقية المراكز في المحافظة. خلينا اقول لحضرتك ان السنة الماضية فقط احنا بنتكلم في شهر 11 اللي فات كان في مركز ناصر اللي احنا بننفذ فيه مبادرة حياة كريمة، كان في بيوت حالتها صعبة جدا مع المياه الجوفية اللي بتعلى عندنا مع السدة الشتوية، فكان لازم التدخل ده يتم. خلينا اقول لحضرتك ان اللي بيتم في مجال الصرف الصحي في محافظة بني سويف لم يتم في سنوات كتيرة جدا سبقت، او نقدر نقول تكثيف العمل في هذه المشكلة المزمنة في محافظة بني سويف غير مسبوق،
بنتكلم ان شاء الله ان بنهايه الاعمال اللي بتتم دي هيبقى عندي 66 قريه مربوطه بالكامل على الصرف الصحي، وهنخلص الى الابد من قصه الجوره الصحيه او الترنشات او الكلام ده. هيبقى فيه صرف صحي كامل ينعم بيه اهالينا، ثم يتبعه الغاز، ثم ان شاء الله يتبعه الاتصالات والرصف ان شاء الله. الميه اخبارها ايه في بني سويف كنسب تنفيذ ما قبل ايضا حياه كريمه؟ عشان كل حاجه دلوقتي ما قبل حياه كريمه وما بعد حياه كريمه. الحمد لله احنا في محافظة بني سويف يمكن ما كانش عندنا الحمد لله مشكلة في موضوع المياه، ولكن في بعض نقدر نقول النقاط اللي كانت في أطراف الشبكة هي دي اللي كانت محتاجة تدعيم، وده احنا شغالين عليه دلوقتي. وبالفعل خلينا نقول ان في أجزاء كبيرة منها اتحلت، في محطات تقوية أو بوستر زي ما بيسمى يعني، بيتم دلوقتي وضعها علشان تقدر توصل المياه لأطراف الشبكة. وطبعا بني سويف معروف ان الظهير الصحراوي بتاعها كبير، وده كان من المشاكل اللي بتقابلنا، لكن بالذات مركزي ناصر وبيبا نقدر نقول ان هم الظهير الصحراوي بتاعهم مش كبير، ولكن في مناطق زي منطقه جزيره بيبا اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه في شرق النيل، يمكن هي دي كانت المناطق اللي ممكن يكون فيها بعض المشاكل او ضعف في المياه في بعض الاوقات. كل المشاكل دي بتتحل دلوقتي بالفعل. خلينا ست محافظ ايضا ملفات المهمه، الغاز هيدخل لكل القرى، هل بنعمل عاملين تجهيزات النهارده في تنسيق مع شركات البترول بوزاره البترول ولا لا؟ خلينا اطمن حضرتك واطمن اهلنا في بني سويف ان كل شيء بيسير بالتوازي، ولكن خليني برضو لازم الناس تبقى عارفه ان دخول الغاز بيرتبط بالاساس بوصول شبكات الصرف الصحي. الغاز ما ينفعش ان انا ادخله قبل الصرف الصحي. فبدخول الصرف الصحي يعني انا عندي مثلا في بعض القرى، قريه مثلا عندي قريه اسمها سيتس، قريه سيتس نقدر نقول الحمد لله الصرف الصحي يعتبر انتهى فيها والغاز هيبدا العمل فيه. بالتوازي ممكن نلاقي ان في قريه الصرف الصحي لسه هيدخل فيها، فالغاز ممكن يكون متاخر شويه. فهو زي ما قلت لحضرتك المواضيع كلها بتسير بالتوازي، كله بيسير بحسب الخدمات اللي موجوده، معلومات من ارض الواقع مش معلومات مكتبيه. فبالفعل المكان اللي بيبقى الحمد لله قدرنا ان احنا ننهي فيه مشكله الصرف الصحي ودخول الصرف الصحي بالكامل، بنقدر ان احنا بعدها ندخل الغاز، فالغاز بالفعل ابتدى يدخل في بعض القرى زي ما قلت لحضرتك. الدكتور محمد هاني، ربما موضوع ملف الطرق ما بين التوابع او النجوع او الكفور زي ما بنقول وما بين القريه الام او القرى الام ما بين المدن، هذا الامر ايضا وهذا الملف النهارده شغالين عليه ازاي؟ بأكد لحضرتك ان طبعا ملف الطرق من اهم الملفات، وخاصة ان في نقدر نقول كانت معاناة كبيرة بيعانيها الاهالي نتيجة نقدر نقول ان الطرق كانت مهملة لفترات كبيرة. وطبعا زي ما قلت لحضرتك هتبقى برضو عامل هام جدا فكرة دخول باقي البنية التحتية. الاماكن اللي بيتم فيها دخول البنية التحتية بالكامل نقدر نقول ان الرصف هو اخر مرحلة، او نقدر نقول ده المفتاح اللي بنقفل بيه الشقة قبل ما نسلمها. الرصف بيكون هو آخر عامل أو عامل نقدر نقول آخر خدمة بتدخل على الطرق بعد ما تكون دخلت كل المرافق. فطبعا الربط ما بين هذه المراكز وخاصة زي ما حضرتك قلت القرى والقرى الأم، ربطها ببعضها وربطها بالمدينة، بيكون طبعا من المهم جدا عندنا، وخاصة ان في النهاية احنا نستهدف سهولة الحركة ويسر الحركة ما بين المراكز. فطبعا ده موضوع في اهتمامنا، ولكن بيكون في فترة لاحقة بعد انتهاء كافة الخدمات يتم وضعها في مكانها تحت الارض سواء صرف صحي او غاز او غيره. لكن هيكون عندي بعد ما نخلص ويبقى اخر حاجة راس الطرق ما فيش عندي طريق في نجع او كفر او قرية مش مرصوف، يعني مش هنلاقي طريق ترابي. لا ان شاء الله يا فندم ده مش هيكون موجود، وخاصة لما بنكون بنتكلم على القرى والقرى الام دي داخلة معانا في المرحلة الاولى، لازم انها هتكون ان شاء الله معمولة بالكامل، هذه الطرق تكون مرصوفة ومعمولة على اعلى مستوى زي الطرق اللي موجودة نقدر نقول ما بين اي مدينة او اي عاصمة زي عاصمة بني سويف والقرى المحيطة بيها، لن يقل الطريق عنها باي حال من الاحوال.
دكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بشكر حضرتك مره تانية، كل التحيه لحضرتك، كل التحيه لاهالينا في محافظه بني سويف.